Kesyukuran kerana anak buah kami Fatimah Huda dah sihat sembuh daripada penyakitnya, yang mana dia 2 bulan di dalam ward kritikal. Yang keduanya, alhamdulillah, itu yang pertama, menzahirkan kesyukuran. Dan yang keduanya, moga-moga dia ditempatkan, dipostingkan. Saya doakan, dan mak ayah pun mendoakan dia dipostingkan di Temeluk. Tapi apakah daya, kita tak tahu lagi bila, tak tahu lagi di mana dia akan dipostingkan. Dan tarikh dapur dirinya dijahit pekan pada hari Khamis hadapan. Ini sama-sama doakanlah, ya, adik kami dapat posting Temeluk. InsyaAllah pada petang ni, pada petang ni kita akan buat tahlil ringkas untuk semua saudara-saudara kita yang telah awal wal-mursalim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihi ajma'in wa ala alikulli wa sahabati wa al-qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsani ila yaumiddin ila arwahi walidina wa muallimina wal mujahidin fi Falastin وزوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع
جميع السيئات وترفع بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأن أنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدنا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سلم إخواننا في كل مكان وفي كل زمان، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا شاكرا وعملا متقبلا أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم إنا أعلمكم قبل الله